قبل المزرعة بيومين ثلاثة كانوا المسلحين يسولفوا ويحكوا، كوني أنا مع كنت ماشي مع المسلحين ومع المسلحين خطوة بخطوة، وأعرف أخبارهم كلها وتفاصيل شغلهم كلياته. كانوا يتحدثوا عن شيء بده يصير نهار الجمعة، شيء مميز، شيء كبير، نهار الجمعة نهار الجمعة نهار الجمعة نهار الجمعة. يعني صرنا نتشوق ما نعرف شو بده يصير، شو هالحدث الكبير. نهار الجمعة بالتحديد بعد صلاة الظهر قسم من المسلحين انوجد بالحارة الشمالية اللي قريبة على الحاجز اللي عند الدوار الساعة، ومجموعات كبيرة انطلقت باتجاه السد، طريق السد اللي مسمى طريق طرابلس المعترف عليه عند الدولة، وعندنا نحن القرويين نقول له طريق السد، ومنطقة ثانية بقول له الناصرية وشارع سته، شارع سته وشارع حلويات أبو زيد اللي بيروح على معامل الرخام بيت الظاهر. المجموعة الموجودة بالحارة الشمالية صارت تطلق النار بالهواء لتشغل الحاجز الموجود عند الساعة، لتشغله ويهموا انه نحن بدنا نقصفك وبدنا نضربك، لانه هن صعب جدا الوصول له، ما بيحسنوا يتحكموا فيه من هذيك المناطق. فانتقلت انا على طريق السد، وكنت مع مجموعات كبيرة، هن مجموعة خالد عبد الواحد السلفية، مجموعة عبد الملك الصالح، مجموعة نضال بكور، مجموعة هيثم الحصان، ومجموعة عكرمة، ومجموعة من عقرب، ومجموعة من كفلاها، ومجموعة من تل ذهب، وفي ناس غرب بشكل كبير ومسلحين بشكل كبير. بلشوا بإطلاق النار بناحية المفرزة بشكل عشوائي، ضربات تجي على المفرزة وضربات على البيوت وضربات على الأهالي وضربات بشكل عشوائي. أول شيء في منهم قسم كبير ما بيعرف يستعمل سلاح، واحد منهم طيروا الرشاش، هو عم يرمي على البكسي ما يتحكم فيه قام شلح ولا ورا، واحد منهم عم يرمي قذيفة ار بي جي، ونوع القذيفة قريبة للهون إلى مروحة صغيرة من ورا قريبة للهون، بدل ما تجي باتجاه المفرزة اجت بحدة ببيوت بيت الزقاحي قتلت اثنين عمرأة من المسلحين نفسهم، قاعدين الشباب عم يشربوا متي عم يشربوا متي، جت القذيفة فيهم قتلتهم. والمعظم القتلى اللي صارت هن رايحين كانوا بدي يصفوا عائلة معينة نتيجة عضوية مجلس الشعب، وكونهم انهم ما طلعوا بمظاهرات ومع الدولة وبعيدين عن المشاكل كلياتها. ليش؟ ومعهم أموال هني، يعني أموالهم مليحة، ما اشتروا بارودي أو تبرعوا بحق بارودي للمسلحين، وعمليات انتقام، وفي شيء خفايا عائلية قديمة بين بعضهم بين بعضهم خلافات عائلية، وكون عائلة بيت بالتحديد السيد، هذول العائلة بالتحديد السيد قريبين للنائب، وكانوا بدهم يعملوا لها هدية هدية لنجاحه بعضوية مجلس الشعب. مجموعة الحصان تكره بيت السيد كثير، هدول مجموعة الحصان قتالين وقتلة، شغلتهم هي مو ثورة، شغلتهم خطف وقتل وسلب وأموال وسرقة البترول من خط النفط بالملايين معاهم. هاي المجموعة كانت متواجدة أمام منزل السيد على الجانب الثاني من الطريق جنب حلويات أبو زيد، ومجموعته منتشرة عم تقوس بشكل عشوائي. طب المفرزة مو باتجاه سلاحك انت موجه، مو باتجاه المفرزة، المفرزة باتجاه جنوب، انت موجه بالعكس عبيت بيت السيد، عبيت هذا بالتحديد عقبة السيد وأخوه وزوجة أخوه والأطفال اللي ماتوا جنبه. للبيت هذا جنبه في بيت لواحد قرايبه لنضال بكور، بكون نضال بكور أخي أخته. ليش هذا البيت ما هو أولاده ضلوا بالبيت عايشين واللي حده ماته؟ ومن الجنب الثاني بيت بقولوا لهم بيت القرو، وبيت حده اسمه علي بكور وعائلته ونسوانه ما صابون شيء، بس التحديد هذا البيت. بيت عبد الرزاق نفس الشيء، في بيوت حدن بيوت حدن. بذكر لك بيت زاهي بكور ليش ما صابوا شيء،
بيتهرموشوا بيوت الحدن، ليه ما صابوا شيء؟ في بيت استاذ الرياضيات بقولوا بيت نعسان، ليش ما صابوا شيء هو وعيلته؟ ما هذا جنب المفرزه، بعيد عن المفرزه 5 متر عن الحاجز هذا. المزر صار عباره عن عمليه استهداف. استهداف لهالعائلات من قبل المسلحين. يتلدو خبرينا يعني شو اللي حصل؟ يوم الجمعة كانت أعدادهم كبيرة، يعني بغض النظر عن الجمعة اللي قبل كانت أعدادهم كبيرة، حتى كان في ناس غريبة من عن منطقتنا يعني تلدو، كان في ناس كتير وجوه غريبة يعني قليل جدا كنا نشوفهم، بس إنه هاي الجمعة كانوا كتير مانو شوي. وبلشوا بالضرب، أول ما بلشوا بالضرب على حاجز حفظ النظام من النام بالحارة، ضربوا بقاذف هاوين. اللي ضرب القذيفة كان اسمه سعيد فايز العكش، حتى انتبه الحاجز حفظ النظام انتبه له وضربه وثوبه بإجره، ثوبه بإجره وأسعفه على مشفى ميداني بكفر لها. هون بلشوا عاد يضربوا بشدة على الحاجز. كانت هون في مجموعات تانية عم يجيها اتصال نحن نسمعهم وهن عم يحكوا، يعني كان انه كانه يعني هن كانوا الحكي لما يحكوا على الهاتف هذا اللاسلكي معاه هون مش يحكوا مع بعضهم، انه كانه في يعني قسم كبير هنيك عندهم على الحاجز الثاني وقسم بده يضل هون، يعني انه ضل يلهي الجيش الحاجز حفظ النظام تبع الجيش اللي موجود عندنا. والقسم الثاني كان موجود بمنطقة الناصري ومنطقة السد مقابل الحاجز الثاني، نحن بنعرفوا انه هاي المفرزة كانت، بس انه حطوا فيها حاجز بعد ما حرقوا المفرزة قديما عندنا. هلا مجموعات كانت مجموعة مثلا مجموعة من عقرب، مجموعة من كفر لها، مجموعة من تل دهب، مجموعة من الطيبة، حتى كان في مجموعات من الرسام، في مجموعات يعني هن يقولوا مش يحكوا بهذا اللاسلكي، يحكوا هيك يعني يحكوا بنسمعهم يعني انه يقولوا بعت لي مجموعة تل دهب، بعت لي مجموعة عقرب، بعت لي مجموعة الرستان. وحتى كان في بيناتهم يعني غريبين عن الضيعة ابدا ما بنعرفهم، هاي اول مرة بشوفهم بالضيعة. وفي ناس من طليف، في ناس من البرج كان بيناتهم، بس لا من البرج ومن طليف لا. بعد هلا بلش الضرب على الحاجلين سوا نفس التوقيت، هذوليك المجموعات عم هاجمين على الحاجز الفوقاني وهذولك المجموعه، كان هذا الحكي الشيء تقريبا بالوحده وحده ونص بلش الهجوم على الحواجز مع بعضهم بتوقيت بعضهم. هن عم يضربوا على هذا الحاجز وهنيك عم يضربوا على الحاجز الثاني. حاجز المفرزه لما سقط سقط عدد منهم يعني من الحاجز، وكان مقابلها سقط عدد كبير من المسلحين كثير 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 ما هون شوي، لانه ضلوا تقريبا شيء ساعتين ثلاثه هن عم ينقلوا فيهم. بعد ما سقطت المفرزه هن مش ضربوا، نحن ضاربين محرك هاي البردي ام الزرقاء تبعت الموجودة على الحواجز، ضربوها كأنه جت على محرك لأنه ما شفنا إلا الدخان اشتعل، مش ضربوا قذيفة هاوي. ضربوا بعد ما سرقوا المفرزة نهوا خالص على الآخر، سرقوا الذخيرة اللي فيها والأسلحة اللي فيها وأخذوها على الحارة الشمالية حطوها عندهم، حتى وزعوا الأسلحة دغري مباشرة على بعضهم. مباشرة علقوا النار فيها بعد ما سرقوا أسلحتها وذخيرتها، علقوا النار فيها وعلقوها بالمشفى وعلقوها بالغابة اللي ورا المشفى، صايرة في غابة قريبة على السد وقريبة على المشفى الوطني، كمان شعلوا النار فيها حرقوها على الآخر، يعني حتى الشجر يعني مش مرينا من جنبه كان أسود خالص، يعني في شجر أسود يعني. بعد ما سقطت المفرزة أنا سمعت واحد عم يحكي اسمه عكرمة الصالح عم يحكي مع جهاز، كان عم بيقول له كأنه كان عم يحكي مع نضال أو وخالد، نضال وخالد، خالد عبد الواحد ونضال الكور.
نضال بكر كان عم بيقول له بعت لي مجموعات غريبه، ما بدي مجموعات، عندنا عمليه ثانيه. كان هون ابن هيثم الحلاق كان ماشي وشايل ساتوره بالاضافه لسلاحه. راحنا عند مجموعته بمجموعه الناصريه. انه مجموعته هو قائد مجموعته بالمجموعه الناصريه، وكان حتى يعني اعدادهم مليحه، مش حوالي 200 واحد مجموعته، هذا اكبر شيء عددها. لانه كانوا مختصين بالسرقه والخطف يعني من قبل. لما صار الهجوم على المفرده، صار الهجوم من منطقه الناصري ومن منطقه طريق السد مباشره يعني. بعد ما سيطر عليها حكى نضال، يعني من الحكي انه نضال وخالد، وبعثوا لهم مجموعات غريبه، قالوا راح ابعث لك مجموعه عقرب. كانه هذاك ما بيعرف مين قائدها او شيء، قالوا مين كانه بقودها، لانه ذكر اسم القائد، معناتها سالوا هو عليه. قال له يحيى اليوسف، مجموعة عقرب انه بقودها يحيى اليوسف، ومجموعة كفر لها، مجموعة كفر لها ما ذكر، دليل انه بيعرفوا. طلعت المجموعات باتجاه الخزان، ومن اتجاه الخزان في طرقات يعني بتنفذ على طريق السد، وراحوا لهنيك. نحن شي الساعة تقريبا 7 المساء عرفنا انه المجزرة صايرة، يعني بين سقوط المفرزة والضحايا اللي صارت، يعني ما في ساعتين، ما في الساعة 8 كانوا ناقلين لهم بالسيارات على الجامع عندنا شمالي، بعيد عن المنطقة الحربية تبعتهم على أساس. ناقلونا اسمه حتى جامع، يعني جامع الرام، نقلوهم لهنيك بسيارات. واتصل بعدين حتى واحد اتصل بغالب اليوسف، قال له بعت لي سيارات كيا. صاروا من عائلات السيد معاوية السيد، كان ضابط شرطة ومنشق، يعني أكيد هذا مستهدف، لأنه نحن عندنا كل شيء منشق مستهدف، كل شيء منشق عندنا مستهدف، كان كثير حياته بخطر. بس هو يعني إنه كان مأمن على حياته، إنه كان قريب على حاجز حفظ النظام، إنه بيته قريب على حاجز حفظ النظام، انه هيك كان مأمن على حاله، انه ما فعل يطلع برات الضيعة مشان هيك. وفي عائلة تانية كمان بيت السيد، وفي العائلة الثالثة قرايبهم عبد المعطي مشلب، وهن كلهم بالنتيجة قرايبينه لعبد المعطي مشلب. كان المعلن النتائج نجاحه بانه امين سر لمجلس الشعب. وفي عبيت عبد الرزاق انا بعرفهم موالين، في عائلة واحدة بس انه مسلحة، والباقي كانوا موالين تماما. عائلة عبد الرزاق 4 عيال معتدين عليهم، وبيتهم صاير على طريق السد، على طريق السد يعني بقفل مفرزي، بيوتهم بقفل مفرزي بس يم النهر، قريب يعني عن النهر أكثر. أنا بعرف إنه فيروز الظاهر مزوجة من بيت السيد، عندها قريب يا 8 يا 7 يا 9، يعني هيك بهالعدد هذا، في بيوت مجاورة إلى مسلحين. إذا نزل حدا من الشبيحة مثل ما أنا عم بقولوا هني، نزلت الشبيحة قتلتهم، ليش ما قتلت أطفال المسلحين؟ بيوت الناس اللي يعني عندهم في مسلحين ببيوتهم، ليه؟ ليش ما نقتل هدول منهم شيء؟ ليش هدول بيوتهم مجاورة لهوني للبيوت هاي؟ ليش ما نقتل منهم شيء؟ ليش هاي البيوت بالتحديد؟ وفي بيوت لهم مجاورة كثير من كانوا متسلحين، وهن بيت بقولوا لهم عندنا بيت الحصان، من بيت الحلاق هن كانوا كلهم بيوت مجاوره لهي البيوت، بيت الحصان كلياته مجاوره لهي البيوت، وبيت عبد الرزاق بيوت مجاوره لبيت بكور. ليش ما مات حدا من بيت بكور؟ ليش اطفال بس بيت عبد الرزاق؟ كان من بيت فاعور، بيت فاعور كلهم مسلحين، وفي عندهم مصورهم المشهور يعني من بيت فاعور، واحد منهم مات والثاني استلم اخوه مباشرة، مصور الجزيري. ليش ما مات عندهم حدا وبيوتهم كلها من يعني؟ بعدين العدد هذا الكبير اللي طالعوه قدام المراقبين وفرجوا المراقبين انه هدول ضحايا القصف، كان هدول كلهم مسلحين. الاغلبيه مسلحين بالاضافه لهاي العيال اللي ماتت.